تعالى بتحلي ازاي بس. من اصعب واسهل الالغاز في نفس الوقت، واذكى لغز في القرن العشرين. مكعب روبيك، يلا بينا نعرف قصته، مين اللي اخترعه، وازاي بيتحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة من هنا وهناك، معكم بلال ناصر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مكعب روبيك أو روبيك كيوب. مكعب روبيك هو لغز ميكانيكي ثلاثي الأبعاد، تم اختراعه سنة 1974. طبعا الاختراع كان في دولة المجر من قبل النحات والمعماري إرنو روبيك، واتسمى في البداية بالمكعب السحري أو ماجيك كيوب. وزي ما قلت لك قبل كده ان مكعب روبيك هو لغز ثلاثي الابعاد بيتكون من 3 في 3 في 3، كل واجهه 3 في 3 في 3. فكره المكعب روبيك ان كل واجهه بيبقى لها لون ثابت ومكانها بيبقى ثابت. يعني لو قلنا مثلا ان اللون المواجه ليا هو اللون الاخضر، فالجهه الثانيه بيبقى اللون الازرق، اليمين بيبقى اللون الاحمر، الشمال بيبقى اللون البرتقاني، الجهه العلويه بيبقى اللون الابيض، الجهه السفليه بيبقى اللون الاصفر. ده لو انت حطيت المكعب مواجه بالشكل ده، هو الالوان بيبقى ثابته. مكعب روبيك بيتكون من 27 مكعب صغير، قلنا 3 في 3 في 3. خلي بالك ان مكعب روبيك ما كانش بدايه الاختراع، كان في قبله لاري نيكولز في سنه 1970 عمل مكعب ثلاثي ابعاد، بس كان 2 في 2 في 2 والربط بينهم كان بمغناطيس. وهيحصل بعد كده في تنازع قضائي بين لاري وروبيك حول براءه الاختراع، الاثنين واخدين براءه اختراع، بس لاري كان 1970 ومكعب ثلاثي الابعاد 2 في 2 في 2، اما روبيك فخد البراءه سنه 1974 بمكعب ثلاثي الابعاد 3 في 3 في 3. خلي بالك ان ايرنو روبيك لما عمل الشكل ما كانش يقصد ان هو يعمل لغز او اختراع جديد، هو كان عايز يعمل وسيله تعليميه للطلبه بتوعه في القسم المعماري، يفهمهم فكره او اليه او هيكله الاشكال الثلاثيه الابعاد، وكمان كان عايز يعمل شكل او هيكل ثلاثي الابعاد يقدر يحرك اجزاء ودور ان الشكل نفسه ينهار. لما نجح ايرنو روبيك ان هو يعمل الشكل الثلاثي دوت او اللي هو المكعب يربط اجزائه ادى كل وجه لون. بدأ لما يحرك الألوان اختلطت على بعضها، حاول يرجعها تاني لقى إن دي في صعوبة وإن ده لغز. من هنا جت براءة الاختراع للغز مكعب روبيك اللي هو أعظم أو يعتبر أصعب لغز في القرن العشرين. طبعًا وخد براءة الاختراع سنة 1974. طبعًا فكرة مكعب روبيك كانت محصورة جوه دولة المجر، دولة المجر كانت من ضمن دول الاتحاد السوفيتي أو المعسكر الشرقي، وكان التواصل بينها وبين دول المعسكر الغربي اللي هي زي فرنسا وإنجلترا وأمريكا كان مقطوع. سنة 1976 جت شركة اسمها ايدل تويز، حصل تعاون بينها وبين ايرنو روبيك في نقل مكعب روبيك من المعسكر الشرقي او من دولة المجر الى دول الغرب زي فرنسا وانجلترا وامريكا. طبعا المكعب لما انتقل للمعسكر الغربي او انجلترا وامريكا اتباع مبيعات كبيرة وحقق مبيعات رهيبة جدا ومكاسب كبيرة لايرنو روبيك وشركة ايدل تويز. طبعا كان لغز صعب واتعملت مسابقات كتيره. المهم ان في سنه 2009 حقق مبيعات 350 مليون نسخه من مكعب روبيك، خلي بالك نسخ شرعيه مش نسخ مزوره. عامه بعد كده هيحصل تنازع بين ايرنو روبيك ولاري نيكولز. طبعا ايرنو روبيك صاحب المكعب الثلاثي 3 في 3 ولاري نيكولز صاحب المكعب اللي هو الثلاثي الابعاد 2 في 2، وهتحصل قضايا ومنازعات بينهم. في الاخر هيتحكم ان ده اختراع وده اختراع تاني، وطبعا ايرنو روبيك صاحب المكعب ثلاثي الابعاد 3 في 3 المكعب بتاعه هيتطور بعد كده، هيبقى 4 في 4 و5 في 5 و6 في 6 لحد 11 في 11. طبعا كل ما الاوجه بتزيد كل ما اللغز بيبقى اصعب وبيحتاج مجهود عالي وافكار عاليه في ان انت تحل مكعب روبيك. طبعا ايرن روبيك في البدايه ما كانش متخيل ان هو هيطلق اصعب واشهر لغز في القرن العشرين، لغز مكعب روبيك، لغز يعني خلى ناس كتير مهووسه بيه واتعملت مسابقات كتيره من اشهرها مسابقه سبيد كيوبينج. طبعا مسابقه سبيد كيوبينج بتعرف ان بتدي فرصه للمتنافسين ان هم يحلوا مكعب روبيك في اسرع وقت. طبعا
اول مسابقه اتعملت لمكعب روبيك اتعملت في سنه 1980 في بطوله ميونخ، فاز بيها جورج فورش، حل مكعب روبيك في 38 ثانيه. لكن اول بطوله عالميه كانت في مدينه بودابست في المجر سنه 1982، وفاز بيها مينا ساي، وده كان طالب فيتنامي عايش في امريكا، حل مكعب روبيك في 22.95%. Mintai, 16 years of age, living in Los Angeles, California. He came to the United States 3 years ago with his family from Vietnam. He first saw the cube in June 1981 and solved it within 7 days of practice in under 2 minutes. طبعا في مسابقات كتير لمكعب روبيك، من ضمنها مسابقات طبعا معصوب العينين، بتحل مكعب روبيك وانت معصوب العينين. في مسابقه بيبقى فريق واحد معصوب والتاني بيرشد زميله اللي بيحل مكعب روبيك. في مسابقه ان انت تحل مكعب روبيك تحت الميه. في مسابقه تانيه ان تحل مكعب روبيك بايد واحده. في مسابقه ان انت تحل مكعب روبيك برجلك. طبعا مسابقات حل مكعب روبيك والتنافس في ايجاد اسرع وقت لحل مكعب روبيك خلق حاله كده غريبه وعجيبه في حل مكعب روبيك. في ناس دلوقتي بتقدر تحل مكعب روبيك في ثواني. صاحب الرقم القياسي في حل مكعب روبيك كان الصيني وشينج دو، وده حله في مدينه ووهو سنه 2018، واستغرق في حل مكعب روبيك لمره واحده بس في تقريبا وقت 3 ثواني و47 ثانيه. رقم خرافي بصراحه. يعني انا قعدت احل مكعب روبيك، يعني لو قعدت شهر احل مكعب روبيك مش هعرف احله لوحدي. هو طبعا ليه طريقه هقول لك عليها في اخر الحلقه. طبعا يوشينج دو كسر رقم العبقري الاسترالي فيليكس زيميدكس اللي كان بيحمل الرقم القياسي لحل مكعب روبيك قبل كده لمره واحده، كان بمعدل 4 ثواني و22 ثانيه. خلي بالك ان فيليكس زيميدكس لازال يحمل الرقم القياسي لحل مكعب روبيك 3 مرات ورا بعض بمتوسط 4 ثواني و73 ثانيه. معظم المسابقات حاليا دلوقتي بتدي ان عشان تاخد الجائزه او تبقى صاحب اسرع وقت في حل مكعب روبيك بتديك محاوله 3 مرات، بتحل مكعب روبيك 3 مرات ورا بعض وبياخدوا متوسط. خلي بالك برضه عشان المسابقات بتبقى ماشيه ازاي، ان بيحط لك مكعب روبيك قدامك ويخليك تشوفه وتبدا تحله. طبعا بيكون متلفن، وفي كل مره اللخفنه بتكون مختلفه او الترتيب مختلف، وبتقدر تحله في اسرع وقت وبيحسب لك متوسط 3 مرات ورا بعض. طبعا مكعب روبيك ظهر في افلام كتير، من ضمنهم طبعا افلام لويل سميث، وناس كتير كانت بتحل مكعب روبيك في ثانيه واحده. العبقريه بتظهر طبعا ان انت تحل مكعب روبيك في اسرع وقت. بس خلي بالك بقى ان مكعب روبيك ليه خوارزميات او طريقه او خطوات بتحل بيها مكعب روبيك في اسرع وقت. الفكره او السر في مكعب روبيك عشان تحله النقطه اللي في النص، او المكعب اللي في النص، الالوان بتبقى ثابته وتبدا تتحرك حواليها. الطرق او الاستراتيجيات اللي الناس بتاخدها بيبقى حافظينها وبيحلوا مكعب روبيك. السر بقى عشان تحل مكعب روبيك بسهوله ان في تطبيقات ومواقع بترشدك او فيديوهات كمان بتعرفك ازاي تحلها حتى لو كان مكعب مختلف. مكعب روبيك في تطبيق على الاندرويد اسمه كيوب اكس بتنزله، وانت بتاخد او بتختار طريقه حل مكعب روبيك وبتحدد الوان المكعب الحاليه عندك في كل وجه، وهو بيقول لك ايه الخطوات اللي يخليك تحل مكعب روبيك بسهوله. طبعا بالطريقه دي انت تقدر تحل مكعب روبيك بسرعه، لكن انا شخصيا واحد من ضمن الناس، لو حاولت احل مكعب روبيك لوحدي محتاج تمرينات كتير عشان تحل مكعب روبيك بوقت قصير. طبعا انا عجزت ان احله بصراحه، يعني عشان ما اكذبش عليكم انا عجزت فعلا ان احل مكعب روبيك، لكن بالتطبيقات دي بقدر احله، لكن من غيرها يعني مش عارف اقول لك ايه. بس هو في ناس طبعا مخها عبقري جدا، الكمبيوتر بيحل المكعب بسهوله. المكعب ده ممكن يقعدك في حياتك على فكره يعني، وممكن يخليك ان انت تيأس ان انت تحل المكعب دوت. بس نصيحه لوجه الله، هات لابنك مكعب روبيك وخليه يتلهي فيه، هيتلهي فيه وهو هيحاول يحله، انت نفسك هتقعد تتلهي فيه وتحاول تحل مكعب روبيك. في نهاية الحلقة أتمنى إن الحلقة دي تكون عجبتكم وعرفت إيه هو مكعب روبيك ومين اللي اخترعه واخترعه إزاي والفكرة منه
وازاي تحل مكعب روبيك. ارجو ان الحلقه دي تكون عجبتكم، ويا رب يا رب تضغطوا على زر الاعجاب وتكتب التعليق اللي انت عايزه. شجعوني بقى يا جماعه ان انتوا تشاركوا الحلقات، واتمنى لكم حياه ممتعه وان شاء الله في حلقات جديده. كان معكم بلال نصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.